مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ أصبحت جاهزة للذهاب أمي. ليس من دون غذائك، كنت أنتهي. نات، بولي، كم مرة قلت لكما ألا تعبثا بطعام أختكما؟ عزيزتي كريبي، لا يمكنك الذهاب إلى المتحف من دون السترة، قد تحتاجين إليها. لكن أمي، فالطقس ليس بارداً في الخارج. ستشعرين بالبرد، خذيه معك. أنا أقول لك إنني دافئة، فتوقفي عن معاملتي وكأنني رقانة. كريبي، أنا أمك، عليك أن تعامليني باحترام. أوه، لقد نسيت طعامها. أيها الصف، أنا مسرور جداً كوني سأقدم إليكم شخصاً سيشاركون خبرته في عالم الحشرات. أعرفكم بالحشراتي البارز الدكتور لانس بيرس. صباح الخير أيها الأولاد، أنا سعيد. لقد تأخرت. لقد تشاجرت مع أمي، إنها مزعجة جداً. لدى الحشرات الصغيرة الكثير لتعلمنا إياه. ماذا حدث؟ لا أريد التكلم بالأمر. إذا راقبناها عن كثب يمكننا أن... ماذا لدينا هنا؟ أمي، إنه نوع نادر من سرعوف مدغشقر. يا لها من عينة جميلة. يصعب المحافظة على شكلي بعد إنجاب الآلاف من الأولاد. لكن مدغشقر تبعد 12,000 ميل، لهذا فهو نوع نادر. هذا بالضبط ما أحتاجه لإتمام مجموعة عائلة الثرعيف. سأخذها إلى أكاديمية الحشرات للحصول على جائزة الدبوس الذهبي. أمسك بأمي. أريد أمي. ماذا تفعل أمك هنا؟ لابد من أنني نسيت طعامي. فأتت كل هذه المسافة لتطعمني. عذرا دكتور باباز، علي تحضير هذه العينة للعرض. بصفتي عضوا في المجتمع العلمي للحشرات، إنني أتفهم هذا الوضع. لقد طرأ تعديل بسيط في البرنامج، فلنتوجه إلى قسم الديناصورات حيث سنرى الأسلاف القب تاريخية لصديقنا المكسوب الريش الطائر. لا أحد أبداً سيحول أمي إلى مجرد عينة. أنقذي أمي، أنقذي أمي. أمي، لا تظنينه يقوم بجمع بيض الحشرات صحيح؟ يمكننا إنقاذها. حسناً، لدي فكرة رائعة. إنك كثيرة الحركة، سيكون تثبيتك تحدياً كبيراً. لا داعي للخوف جميلتي، يكفي القليل من دخان سحري وسينتهي الأمر في لحظة. أولاً نحتاج إلى هجوم مضلل. اذهب واقض عليهم نات. لدي وعاء خاص فقط للحشرات المزدوجة الجناح مثلك. ثانياً نتسلل ببطء شديد. مرحباً. لا تتركانا هنا. ساعدانا. أرجوكما ساعدانا. كسجن الحشرات. إن هذا لوحشي جداً. أمي. كريبي، أين هي سترتك؟ تعال إلى هنا أيها الصغير. نات بارع في هذا.
مرحبا أيها الصغير، كيف حالك؟ كيف تود أن أثبتك على جدار شهرتي؟ ماذا؟ ثالثا، اهربي. ما من طريقة للهروب، فأنا أعرف هذا المتحف حق معرفة. إن القبضة القوية التي يتمتع بها الإنسان الحديث هي التي ساعدته على استعمال الأدوات وبالطبع التغلب على الإنسان البدائي. قد يكون هذا أدى إلى تطور هذا غير معقول. وإلى التغيرات. أين اختفيا؟ هذا الحيوان المنقرض بدأ بالانقراض في نهاية العصر الطبشوري. ما من طريقة للهروب. كان الكانو أساسياً في حياتهم اليومية لأسفارهم وتجاراتهم. إن الكانو والكياك فرضا عليهم طريقة استعمالهما، فكان يستعمل الكياك الصغير الظهر في مياه الشمال. أهلا ريبي، لا يجب أن تركضي حاملة وعاء زجاجياً. ابقوا بالقرب من بعضكم البعض لتحافظوا على سلامتكم الخاصة. إن أصدقائنا هؤلاء استطاعوا البقاء على قيد الحياة بالرغم من الشتاء القاسي، وذلك بفضل الحربون والرمح. كان الحربون يستعمل لاصطياد الثدييات البحرية. البرد قارس. ليتني أحضرت معي سترتي. ماذا؟ لا، لا شيء. اركض باج. وجدتكما. استمروا في التقدم، فما يزال هناك الكثير لرؤيته. كانت مجموعات كبيرة من البيسون تنتقل فيما مضى في شمال أمريكا ما بين الجبال في الشرق والصخور في الغرب. تعالا إلى هنا يا أولاد، لماذا تفعلان كل هذه الفوضى؟ أعيدوها إلي وأعيدكم بوضع اسميكما على لوحة في قسم الحشرات. أين أنتم؟ نذهب بجولة معا إلى ما تحت سطح الأرض لاستكشاف المجموعة الواسعة من المعادن القيمة والمفيدة. ما زلت واقفة هناك. لا يمكننا الخروج. ماذا؟ إنها فرصتنا للهرب. وأمك معك. وأنا جائع جدا، فلما لا نرحل؟ علينا أنقاذ الآخرين. إن أمسكت بهؤلاء الأولاد سأقوم بإلصاقهم على الحائط بالقرب من الأفضل أن نلحق بأولاد صفنا. نعم. شكراً لك على الجولة في المتحف. أنت محق، لدى الحشرات الكثيرة لتعلمنا إياه. آسفة لما حصل هذا الصباح أمي، سأستمع إليك في المرة المقبلة.
وأنا سأحاول ألا أكون أماً مهيمنة. يا صغيرة اليرقان الشجاعة، أنا متأكد من أن الدكتور بيرس كان يحب مرافقتنا، لكنه شخص دائم الانشغال، يصعب إبقاؤه معنا فترة طويلة. دعيني أذهب، أنا لست بحشرة، إنني إنسان. عالم الحشرات هو الذي يدرس ويحلل الحشرات وطبيعتها. العلماء اكتشفوا تقريباً 1,000,000 نوع من الحشرات. وما رأيكم إذا قمنا بوضعهم على ميزان ضخم فيصبح وزن وحجم الحشرات بحجم الفيلة والحيتان؟